السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة يا شباب من قناتكم قناة سكيلتون كيلر. النهاردة يا شباب هنلعب ماينكرافت وان بلوك سكاي بلوك او سكاي بلوك وان بلوك. يلا بينا على الفيديو. طيب شباب، فكرة اللعبة دي عبارة ان انت هي دي البلوكة الوحيدة اللي في العالم، والبلوكة دي يعني هي مش البلوك، يعني انت تقدر تكسرها تطلع لك بلوكة جديدة. يقول لي هاي سكيلتون كده Welcome to one block A survival minecraft map Where you are شفت ما لحقتش شفت Ponders a Swiss You can mine the block as much as you can. Can you survive? في chest وعيش. خلي العيش تحت هنا. difficulty بتاعت الماب دي hard. لينك هيبقى تحت، اللينك بتاعها هيبقى تحت في الديسكريبشن. مش مهم بقى، احنا هنكسر هنكبر العالم شوية. طيب شباب، انا عامل حامل ان البلوكة دي تبقى ناحية لا مفيش بلوكات خالص، علشان لو جالنا كريبر او كده نعرف نطرده على طول. تقال انتوا فهمتوا الفكرة بتاعتي. انا عايز يطلع لنا عود او حاجة. طيب انا عايز يطلع لي عود. اولا هعمل كرافتنج تيبل، اهم اللي انا كنت هعمله بسرعه. هنحط واحد شيست وفوقيه الكرافتنج تيبل. طيب شباب كويس بقى، المكان ده هيقلب كله اخضر من البلوكه دي. البلوكه دي كده كده احنا بنكسرها على طول. طيب طالما طلعت لنا على البتاع دي، اول هنعملها سلابات. يعني مش انا مش عايز اكسر البلوكة دي او البلوك دي، فالبلوك دي هسيبها لغاية ما البلوك دي تتعمل، وبعد كده البلوك دي تتعمل وبعد كده هكسرها. ايوه كان حيوع. طب ايوه كده تمام. في بانكم حلو. هو احنا يعني اكتر حاجتين بحبهم يا شباب كاكل في ماينكرافت، البانكيام باي بيتعمل من وان ايج، وواحدة بانكيام من دي، وواحدة سكر من الشوجر كين، او المشروم ستيو من اسمه سيت من حيوان المشروم اللي هي شبه البقرة دي. كلي جت لنا حيوان المشروم يا شباب. ايه ده، انا بنيت حاجة. طيب والمكان دلوقتي بقى زحمة.
أهم حاجة علشان نضمن الأكل إن احنا نعمل من غير زن، نعمل دي زي ما شباب احنا هنحلبها. طيب هنرتبه بس بقى. طيب احنا طبعا محتاجين ان احنا نكبر المساحة دي عشان كده المساحة صغيرة اوي. ليه كده؟ ايوه البلوكة اتعملت يا شباب اللي انا بقول لكم عنها. وسع شوية. طيب كده كبيرة. ما تزقوش ما تزقوش. لو انت تعب. المباراة دي تمام يعني، اتفضل أنا سهل أو تقع. هو كان ناقص فعلا. ايه ناقص؟ لا مش حاسس. اه ده خشب، كنت فاكره ستون، بس لما الحاجات الاورنج طلعت عرفت انه خشب. احنا دلوقتي يا شباب على يعني ايه البايوم بتاعه الارض العادية، لسه المفروض متهيألي هيحط بيدروك. وسع. تعالى تعالى ما اتفضل حبيبي. لا 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 لا. بقرة هنقول ايه؟ بقرة. طيب هقعد اكسر كده. انت من مشروم. هذا البني البلوك. المشكلة ان احنا ما عندناش ايرون خالص. زن 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 كده كده. انا ما بحبش البلوكة دي غير في الباب بس، هو الباب ده. المهم نعمل هو البتاع ده بيتعمل بالاكس ولا بكاكس؟ المهم عملت بكاكس، حاسس انه بيتعمل بكاكس. ترى بيتعمل بكاكس. عندنا بونيل دلوقتي. ده اللي كان ناقص مطر. فاضل كمان بقى الأوراد، ده اللي فاضل. المشكلة يا شباب انهم بيورناش الارقام البلوكات اللي هما اللي انا بكسرها زي نسخة البي سي. كنت حصل لنا قصة رشاش مون ميل وتوت، هستفاد منه التوت يعني. يلا كسر 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 بس بقى. طيب
اول حاجه هو ده شيست عادي، شيست عادي نحطه جنب الشيست ده. طيب يا شباب، هعمل جزيرة للحيوانات دي. ما مفيش حل غير ان انا اعمل 1 2 3. ما اعرفش انا ازاي هوديهم على المكان ده، بس يعني مفيش حد. بالبون ميل انا ممكن اطلع ويت. انا حاسس ان صغيرة يعني، محتاجين نكبر مساحة. 1 2 قول 1 2 3 4 5 6. كويس 6. نعمل دي 1 2 3 وبدأوا يعرفوا ييجوا. Welcome to your home. آخر بلوكة حط 1 2. بصوا يا شباب، هو مش شرط ان اكون ان في ان يكون في توازن يعني ما بين البلوكات. بعمل عشوائي كده كده. انا لقيت ست، بحب اعمل المساحة 6. دي في 6 ولا في دي؟ لا دي اكتر من 6. 1 2 3 4 5 6 7. دي مساحة 6 في 7 يا شباب. طب ايه كمية الزن ده؟ اولا ايه في زن، ثانيا انا نسيت يا شباب ان انا معايا هيبي او الشيء ده. طيب احنا محتاجين نعمل بتاع ده منه كتير. ونعمل، لا نخليها الاورنج الاول. حاسس انه مش هيكفي. هو اوريدي خلاص خلص يعني. هو كده كده احنا هكمل الباقي بوك يعني. 6 بالظبط. طيب احنا هنجيبهم بالهاي بيل ده. ايوه اتفضلوا اهلا. لا الخروف ده ما يقعش بالذات. ما المشروم راحت فين؟ موتوا المشروم انتوا الاثنين. طيب يعني اتفضل يعني. طب ثواني خليك الخروف ده يتظبط شويه. بص احنا هنعمل كده. الخروف هيبص لنا. تعالى مش هيفضل معانا غير بقرة. ويا ريتها كانت مشروم. لو كانت مشروم كنا هنستفاد منها. طب دي لو ضربناها كده هتجري. هي خلاص، هي كده خلاص للأسف. طيب انا عايزين كمان واحد. اتفضل جوه. هش. ايوه ميرسي. هو الكريبر طبعا يا شباب تعوضنا بخروف تاني. تعال هنا، تعال تعال تعال. ورايا 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 ورايا. ايوه اوه ماسك الويت في ايدي. طيب يلا البيكاكس على طول. انا هستنى على موضوع الاكس لغايه ما ثم اعمل منه تاني. استنى على الاكس والسورد وكده لغايه ما افتح ال او اندر جراوند او الكيف، البايوم بتاع الكيف. هو في ميه في اللعبه هنا؟ اوه دخلنا على الجنجل. تعال هنا، تعال ورايا.
ورايا ورايا ورايا. مسرحت الباب سوا طيب خلاص كده. ايوه كده. ده رومان ومية. طيب حلو يا شباب ان في مية. طالما في مية احنا نقدر نعمل المزارع، نقدر نعمل كده. طيب يا شباب هعمل مزرعة ونختم الفيديو. متهيألي اول حاجة احنا المفروض نعملها ان احنا نرجع الحاجة دي ورا عن كده شوية. بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه انا متهيألي الحاجات دي البارتيكلز او البارتيكلز بتتشال منها بعد ما نكسرها. ايه ده، هو انا كنت ما كنتش حاطط حاجه في الشيست، نسيت. ايوه هنحط. لا انا لو حطيت فوق الشيستات متهيألي الشيستات مش هتتفتح. مش كده؟ اه مش عارف كده صحيح. طيب نحط كده يعني كده كويس. طيب شباب يلا نبدأ نعمل المزرعة وبعد كده هننهي الفيديو. قبل يا شباب ما نعمل المزرعة هناخد البون ميل معانا. طلعت لنا سيد الجراس بتاع السيد طلع حاجة. طيب احنا هنشيل الويت من عندنا. ايوه طلع مش كده. ايوه طلع يا شباب سيد. طيب احنا كده محتاجين نرجع لورا. واحد اثنين ثلاثة. واحنا المهم دلوقتي ان احنا عايزين نعرف شباب مكان. ايه ده ثواني، هو انا ما عنديش بلوكات جراس او بلوكات. ما عنديش يا شباب بلوكات. طيب شباب هكسر لغاية ما نجيب العدد الكافي اللي هو قد ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة يعني 15. طيب هنجيب 15 بلوكة ديرت. تاني مش هتبقى صعبين، مش هيبقوا صعبين. لا عشان محتاج ديرت اكيد هيجنني. لا مش عايز اضرب حد. انا موطي. تعالوا كلكم. ايوه بس كده. اكتر حاجة نفسي يا شباب تجيلي هي المشوم الصراحة. و15 ووتر ميلون حلو. بانكيان خشب. خشب مش مهم، او مش مهم دلوقتي. انا اسف. طيب واحد
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، يعني احنا محتاجين البلوكة الخمسة تقريبا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده، النص بالظبط مش كده؟ إن شاء الله دي هتكون النص بالظبط. طيب هنحط المية دي كده صح، هتبقى سلالم لو كده بس تمام يعني. هنحط بلوك، يا رب ما كنتش ضاعت، اعرف منين انها ما كنتش ضاعت من هنا مش كده؟ اه ما ضاعتش، هضيع ازاي اصلا؟ احنا في تحديث الاكواتيك اديشن عدى من زمان اصلا. طيب احنا قلنا ان احنا محتاجين، طيب احنا اكيد محتاجين بتاع اللي بتكسر دي. ايوه دي احنا هنعمل واحدة هنا، هنعمل هنحط فيها سيد طبعا. محتاج معاهم في نفس الوقت يبقى في اللي هو البانكم سيد والميلون سيد، البانكم فارموس يعني. طيب يا شباب، يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعمل لايك سبسكرايب كومنت شير، ومع السلامة.